عملت وزارة الصحة على تطوير نظام معلومات واتصال إلكتروني فعال وذي كفاءة وشامل لدعم نظام التحويلات الطبية وزيادة الوعي لدى المواطنين حول المزايا والحقوق الممنوحة لتلقي الخدمات الصحية من خلال بوابة إلكترونية يطلع فيها الجمهور على نظام التحويلات وكافة الإصدارات الخاصة بالوحدة والتي تهم الجمهور. للتسهيل على المواطن تم إدراج خاصية متابعة التحويلة الطبية من خلال البوابة الإلكترونية spu.moh.ps وذلك عن طريق الخطوات التالية. بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني spu.moh.ps اختار اللغة، ادخل البيانات اللازمة لفحص حالة التحويلة الطبية في المربع، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رمز التحقق، ومن ثم الضغط على محرك بحث. ستظهر نتائج بحث الحوالات على صفحة جديدة. في حال ظهور أكثر من تحويلة على الصفحة يرجى التوجه إلى التحويلة ذات التاريخ الأحدث لمعرفة حالتها. في حال تمت الموافقة على التحويلة يجب الضغط على السهم بجانب كلمة تحويلة لتنزيلها كملف PDF على الكمبيوتر ومن ثم طباعتها. بعد الطباعة بالإمكان استخدام التحويلة في المشفى المحول إليه. بإمكانكم تقييم إجراءات التحويل على نفس صفحة نتائج بحث الحوالات للمساهمة في تطوير العمل في الوحدة للوصول إلى أفضل خدمة يتلقاها المواطن الفلسطيني. إجراءات التحويل متاحة للجميع، فلا تهدر طاقتك بالطلب من أحد. مع تحيات وحدة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية.